السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصفى. التجميل والتزيين ضرورة لا غنى عنها بالنسبة للمرأة، وأصبح من أهم وأولويات المرأة تجميلها. طبعا احنا خرجنا من الصيف وخرجنا من درجة حرارة الشمس والكلام ده كله، لقينا شعرنا تالف، ولقينا في تساقط وفي قشرة وفي مشاكل كتيرة قوي في الشعر. وبالنسبة برضو للبشرة، لقينا البشرة نفسها بقت متجعدة، فيها آثار حبوب مطرح برضو أو آثار درجة حرارة الشمس. طبعا الأسئلة دي كلها احنا بندور على مين يجاوبنا عليها الفترة دي، لأن احنا لسه في بداية أول الشتاء، تمام؟ فمن المفروض ان احنا لما بنجاوب على اسئله بنشوف مين اكتر حد موثوق فيه يقدر يجاوبنا على اسئلتنا دي، يكون متخصص في مجاله. معانا النهارده خبيره العنايه بالشعر والبشره استاذه يارا عبد الفتاح. اهلا بحضرتك استاذه يارا. اهلا بك يا حبيبتي. طبعا استاذه يارا حاصله على ماجستير ترايكولوجي، مظبوط كده يا استاذه يارا؟ معلش قبل ما ابدا طبعا حلقتي، وقبل ما احب ان انا اخد من حضرتك المعلومات اللي احنا محتاجينها، وضيوفي قصدي مشاهديني محتاجينها من حضرتك النهارده، عايزه حضرتك تعرفينا بنفسك وتعرفي مشاهدينا عن حضرتك. انا مدام يارا عبد الفتاح، صاحبه شركه مستحضرات تجميل او منتجات تجميل. عندي اول مركز كوزمتولوجي في مصر. طبعا انا بس معلش هقطع حضرتك، انا ما حبيتش طبعا اتكلم على موضوع او اقدم حضرتك بانك مديرة مش هنقول الشركه، اسامي، لان انت مش حابه ده. مش هنقول اسامي، لا. تمام، وانا اتفضل. النهارده مش هعلن عن اي منتجات، لا لشركتي ولا لشركه غير شركتي. زي ما حضرتك قلتي وصفه في كلمه، احنا كل شغلنا النهارده او كل حديثنا النهارده هيبقى وصفات ان شاء الله باذن الله. طيب استاذه يارا، نبدا باول وصفه او باول نصيحه او باول جواب من حضرتك لمشاهدينا وليا انا شخصيا. انا دلوقتي خرجت من الصيف لقيت شعري بيتساقط، قبل ما اقول ايه حل تساقط الشعر، عايزه حضرتك تعرفينا ايه هي انواع الشعر. لو احنا هنتكلم عن انواع الشعر، الشعر العادي اللي خلقه ربنا هو أربعة: شعر عادي وشعر دهني وشعر جاف وشعر مختلط. تمام، من اسم كل شعر باين إلا النوع المختلط. المختلط ده بتبقى جذوره دهنية جدا أو بيبقى فيه فرط دهون بيفرز دهون من فروة الشعر، لأنها أصلا أجزاء حية دي فيها نهاية الخلايا الحسية والعصبية. إنما الشعر من بره مركب كيميائي عضوي ما فيهوش أي حس، بدليل ان احنا لو قصينا اي جزء من الشعر مش بنتضرر، احنا كستات مش بنتضرر. فده بالنسبه لانواع الشعر. انما لينا احنا بقى، لو اللي حضرتك بتقصديه او للبنات هيقصدوه، انواع الشعر اللي عليها الحاله: اما شعر هيلسي، شعر صحي، اما شعر ادمجد هير، يعني شعر مجهد وتعبان وتالف. الشعر الصحي ده الشعر بيكون بيور لسه ما اتعملش فيه اي حاجه قبل كده، فضلا ان في اصلا انواع شعور هي بطبيعتها مقصفه وتالفه نتيجه استخدام حاجات غير مناسبه ليها، تمام. او الدرجه الكيميائيه بتاعتها غير مناسبه للشعر. طب والشعر اللي ادمجت التالف ده، الشعر اللي تعرض لاكثر من مؤثر. البنات بقى اللي بيحبوا استخدام البيبيليس والسشوار واكثر من عمليه تمليس تجعيد، لان التمليس والتجعيد ده اصلا بي بي بيتم العملية بتاعتهم في جزء واحد من الشعر، يعني الشعرية نفسها طبقات. في طبقة هي اللي فيها نسبة الكيراتين الطبيعي بنسبة 97%، وفي حبيبات اللون الطبيعية، وفي التجعيد أو التمليس، ده اللي بيتم فيه التجعيد أو التمليس. طيب يعني كل العمليات دي بتبقى في طبقة واحدة، فلو تمام، عرضنا الشعر لأكتر من مؤثر طبعا ده بيعود عليه بالتلف والضرر. وده خاصة بنات الجامعات تقريبا. يعني لو حضرتك شايفة ان معظم البنات الجامعيات بيلعبوا في شعرهم كتير، وده بيأثر أثر سلبية أكيد على الشعر. اصلا الشعر او البشره عامه لو اتعرض لحراره بتتفتح المسام زي ما بيقولوا، فبنسمح بقى احنا بنسيب فرصه لدخول العوامل الضاره جوه، سواء كانت البشره او الشعر. بمجرد ما السشوار او الليس او اي مؤثر حراري، البارد مفيش مشكله منه، انما اي مؤثر حراري بيسمح لي بفتح البشره او مسامات البشره او الشعر، فالعوامل الضاره بقى بتدخل جواها.
بنطلع من الصيف بتلف كتير رهيب. جدا، فعلا. فضلا برضو عن استخدام خاطئ للشامبو كونديشنر حمام الكريم السيرم والزيوت، لان كل حاجه ليها استخدام. طيب اكيد احنا لو اتكلمنا عن الموضوع ده يعني تقريبا حلقتين ثلاثه مش حلقات هتكفي، بس احنا عايزين دلوقتي حل معظم المشاكل او الاسئله اللي جت على صفحه البرنامج. معظم المتابعين كانوا بيسالوا عن تساقط الشعر. ايه حل تساقط الشعر يا استاذه يارا؟ الحل ان احنا نعرف اصلا السبب المؤثر اللي خلى في تساقط الشعر. تساقط الشعر عرض وليس مرض، يعني مفيش حاجة اسمها حد مريض بالتساقط. في حد عنده سبب وراثي زي الصلع الوراثي، حد عنده خلل في الغدة، حد عنده خلل في الجهاز الهضمي، حد عنده أسباب نفسية، نقص أملاح ومعادن، تعددت الأسباب. لو حطينا إيدينا على السبب العلاج بقى سهل. يعني احنا لما تجي لنا واحدة تقول أنا شعري بيتساقط، ما احنا أي حاجة هنحطها هتبقى ستوبنج فوري او عوامل مساعده موضعي. الكلام ده لو العميله اللي جايه لي دي، انا بالنسبه لي بقى كترايكولوجيست، العميله اللي جايه لي وترايكولوجيست يعني اخصائيه في معالجات كنت لسه الشعر. اقول لحضرتك وضحي لمشاهدينا، انا بالنسبه لي فاهماه بس في ناس ما. اتفضل. الدراسه بتاعتي الترايكولوجي، او انا كترايكولوجيست يعني متخصصه في علاج الشعر، الدراسه بتاعتي في الخصائص الكيميائيه لمعالجات الشعر. لما بتجيلي عميله وتقول انا عندي تساقط او قشره، والاثنين هنربطهم ببعض، لان دايما اكتر سبب للتساقط هو القشره. لو السبب اللي عندنا سبب التساقط سبب موضعي، يعني ايه؟ استخدام سشوار وبيبيليس وحمام كريم وصلناه لفروه الشعر، او ما نضفناش فروه الشعر باستمرار. يعني في ناس بتحط على فروه الشعر حمام الكريم والكونديشنر، لا، هو ما يقربش للروتس اصلا ولا الجذور، لان احنا بطبيعه جسمنا بيفرز زيوت. حتى الشعر الجاف برضو الفروه بتفرز زيوت، يبقى احنا محتاجين نشيل الزيوت من فروه الشعر واحنا بنحافظ عليه، يعني نخلي الجذر متغذي من غير ما يحصل فيه اي مشكله. والسبب الاساسي ان احنا نقوم بتنظيف الشعر جيدا، ده اهم سبب من الاسباب. بالظبط، ان الشامبو هو اتعمل المنتج ده بس يعني باختلاف المسميات والشركات، الشامبو هو مكانه الاساسي جلد الشعر اللي بيفرز زيوت. تمام. ودايما بنصح كل العملاء بتوعي بتخفيف الشامبو. لو الشعر دهني بنخففه 50% شامبو و50 ميه، لو الشعر عادي 30% شامبو والباقي ميه. طب لو الشعر جاف 10% شامبو والباقي كله ميه، ويا ريت تركيزه يبقى على الجذور جوه الشعر. وغسل الشعر بيبقى كده، الشعر بيبقى مفرود ما يبقاش بالضوافر يا استاذه يارا، بالهنا الحتت دي، الحتت الطريه بتاعت الاصبع نفسه. بتاعت الاصبع نفسه اللي هي تمام. اطراف لكن مش كده، بالضوافر نفسها، لا لا بحيث لا. ان هي ما تختش الفروه بتاعت الشعر او المسام بتاعت الشعر بصي، نفسها. هو الشعر ده طالع من تحت الجلد، فيه تحت الجلد جراب للشعرايه. الجراب ده مش بيطلع شعرايه واحده، في بعض الاحيان بيطلع شعرايه وفي اتنين وفي تلاته على حسب. الناس اللي هي عايزين نحافظ على شعرهم، عايزين نحافظ على شعرهم، يبقى احنا بنقول لهم طريقه استخدام الشامبو صح، واحنا بنشتغل بالاطراف بتاعت الصوابع، مالناش دعوه بالضوافر. مش عايزين اي حاجه حاده تخدش فروه الشعر لانها حساسه جدا. لما بننضف فروه الشعر كويس، لو العميله عندها قشره بسبب مؤثرات خارجيه، التساقط هيقف من اول جلسه، من اول جلسه، باستخدام بقى لوشانات وحاجات احنا بنعملها عندنا في المركز، وفي كمان بعض المستحضرات موجوده في الصيدليات. سهل انها تيجي، بس يعني الاول بيجيلك حالات بتبقى بتسال على موضوع التساقط ان هي عايزه توقفه او يكون ليها علاجات فعاله؟ طبعا. طب هل علاج التساقط بينفع من جلسه واحده؟ ما احنا قلنا لو المؤثر خارجي او سبب حاجه انا عاملاها في الشعر، ان شاء الله بينفع ان شاء الله وبالمتابعه. طب استاذ تامر بعد اذنك، عايزه الفيديوهات اللي انا مجهزاها. اتفضلي يا استاذ زيارة. نكمل كلامنا على موضوع التساقط. وحضرتك دلوقتي بنقول ان في علاجات بالفعل ان هي ممكن توقف ده. حضرتك انا طبعا دخلت على صفحه المركز الخاص بحضرتك، جبت بس من عليه فيديوهين او ثلاثه تقريبا، حطيتهم النهارده لمشاهدينا بس عشان خاطر عايزه حضرتك تشرحي لي بس موضوع التساقط، لان هو ده تقريبا اللي شاغل مش هقولك بنات بس. لا، هو اول توجه
للعميله اللي بتجيلي شعرها بيتساقط، بعمل فحص الاول اشوف فروه الشعر، الروتس سليمه، المنابت والجذور كويسه، مفيش قشره. طبعا بعرف بقى كل حاله جايه لك ليها قصه قبل كده، ليها هيستوري قبل كده، انت عملتي ايه في شعرك قبل كده، في ناس استخدمت المنتج الفلاني وناس استخدمت المنتج العلاني. طب لو واحده ما استخدمتش اي حاجه من الحاجات دي وقالت لي ان هي اصلا استخدمت ادويه من اللي بتوقف التساقط وما كملتش فيها والكلام ده، الفيصل بيني وبينها هو طبيب. تتوجه الاول للطبيب وفحص، زي تحاليل بقى صورة دم شاملة والكلام ده، تحاليل معينة الطبيب اللي بيطلبها. يبقى أنا بعالج موضعي والطبيب بيكمل شغله. طب إحنا فايدة الحاجات اللي إحنا بنعملها دي إيه؟ مرحلة مهمة جدا إنك تحافظي على كثافة الشعر الموجودة. ايوه خليهم بس ايه يعني اكدي على موضوع ان احنا نحافظ على كثافة الشعر دي العميلة اللي شعرها عشان بس بيتساقط. مشاهدينا تتركز معانا بس لا احنا في ضروري الحل اللي حضرتك بتقوليه. ضروري نحافظ على كثافة الشعر. ليه؟ عشان بعد مثلا هو العلاج لما بياخد دورته في الجسم بياخد 3 شهور واحيانا 6 شهور، ده بالنسبة للناس اللي هي اصلا عندها انيميا وعندها اكتر من سبب. انا قلت ان في اكتر من سبب، تمام. انما الناس اللي عندهم صلع وراثي دي بتمشي مع الطبيب مدى الحياة، دي بتمشي مع الطبيب مدى الحياة، فضلا عن انها ممكن بقى تعمل زراعه شعر او حاجات زي كده. انا ماليش في المجال ده، بس السيدات اللي بتعاني من الصلع الوراثي، وده بيتعرف لما بيبقى فروه الشعر اصلا الجلد بتاعها مشدود وناعم وابيض، مفيش باين تحته ولا اي اثر لشعر، طب دي بتلجأ للطبيب. انا مبدئيا بحيي حضرتك جدا، لاني كوجودك خبيرة التجميل المفروض بتتكلمي على ان لا خبيرة التجميل او بتحطيها في المركز الاول. لا حضرتك بتقولي ان المرض اللي هو الصلع الوراثي ده لازم يكون فيه طبي بحت. طبيب. يعني انا يعني مبسوطه جدا من حضرتك بتقولي الكلام ده وبتعترفي ان وجود الطبيب في الحاله دي ضروره، مش هتنفع فيها تجميل. وفي ناس طيب اصلا عندها نقص في صفائح دمويه ونقص في كرات الدم الحمراء ونقص في كرات الدم البيضاء، الحاجات دي لازم الطبيب هو اللي يتابع ده. لازم الطبيب. انا كمتخصصه، انا المركز بتاعي كوزموتولوجي. يعني ايه كوزموتولوجي؟ لا هو بيوتي ما فيهوش ميك اب والحاجات دي، هو بشره وشعر بس، ولا هو هو كلينك لان معالج. انا مش طبيبه. انا مش طبيبه، انا في حالات بتجيلي شق من ال... من 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 اللي هي عايزاه عندي والباقي عند الطبيب، وفي حاجات بتجيلي شغلها كله عندي من الاول للاخر. يعني تمام. واحده خلاص هي بتتعالج مثلا بقى لها 3 شهور او 6 شهور، خلاص هي خلصت الانيميا، بنشتغل معاها. وانا كنت بتكلم حالا قلت لك على الحفاظ على كثافه الشعر الحاليه، دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان العلاج اصلا الادويه على بال ما بتمشي في الجسم والجسم بياخد الدوره بتاعته الطبيعيه من 3 شهور ل6 شهور في بعض الكورس الاحيان. بتاعه. طب احنا على بال ما نيجي نوقف اصلا التساقط ده بشكل طبيعي، لو العميله اللي عندي في دماغها مثلا هنقول 5 مليون شعرايه، على بال ما نوقف التساقط ده بالشكل التدريجي ده، لا احنا ممكن اصلا نوصل لمليون شعرايه، 50,000 شعرايه. فبعد ما نخلص التساقط نرجع نلجأ للتكثيف، وعاده الشعر اللي بيطلع نخلص من حاجة وندخل بالمكثفات في حاجة بيكون ضعيف تانية. شويه. طيب فانا الافضل ليا زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. طيب بعد اذنك استمر الفيديو نعرضه. ده شعر كان معمول بروتين من شهر رمضان، صبغنا عليه النهارده الصبغه دي، مش معمول ببليس ولا اي حاجه، يا دوب نشفنا. مفيش التهاب في فروه الشعر، الشعر ده كان معمول احمر واحنا عدلنا لونه على قد ما قدرنا، حافظنا على الصحة، صبغة علاجية، مفيش تساقط، مفهوم الصبغة العلاجية يعني ايه؟ يعني انت عايزة شعرك لون، عايزة في لون انت عايزة تعمليه وشعرك حالته ما تسمحش باللون ده، انا بقولك ان شعرك اخره اللون الفلاني. لو كان شعرك معمول بروتين او بوتوكس او فيلر
او بما يسمى المسبلات الحمضيه، يبقى لازم توافقي باللون اللي هيطلع، اما تسيبيه على حاله. فاحنا وصلنا للون ده مع صحه الشعر. طبعا احنا شفنا الفيديو اللي كان معانا دلوقتي استاذه يارا كانت بتشرح فيه، بس انا برضو حابه ان انا اسالها استاذه يارا، دلوقتي معظم البنات والسيدات عامه سواء انا او غيري او حضرتك بتلجأ لو مثلا شعرها محتاج ان هو بدل ما تقعد تسرح والكلام ده، ففي حاجات اسمها فرد دلوقتي وتقريبا خلاص نزل والناس كلها تسمع عنه، الكرياتين او البروتين، بعد ما بنعمله بيبقى فيه يعني من ضمن الأسئلة ان واحدة عملته ولما يعني بعد ما قعدت بكام شهر ما كملتش يعني بدأ الشعر يتساقط ويتآصف، بدأ يبقى فيه أضرار. تمام، يا ترى ده بيحصل مع العملاء بتوعك؟ وغير كده هل بيبقى ده من المواد اللي بتستخدم سواء كان أيا كان أنواع البروتين أو الكرياتين؟ يا ريت برضه حضرتك تعرفيني الموضوع ده، لان في ناس كتير بتعمل شعرها وترجع تقول يا ريتني ما كنت فردته. لو حضرتك ركزتي في الفيديو اللي كان نازل حالا، ان انا قلت ان الشعر ده معمول بمنتجات ما تسمى بالمسبلات الحمضية. المسبلات الحمضية دي هي منتجات لفرد الشعر باستخدام الحرارة، منتجات لفرد الشعر باستخدام الحرارة. في طبعا بروتين وفي كيراتين وفي بوتوكس وفي فيلر وفي منتجات كتير. طب هل المنتجات دي كلها منتج واحد؟ في ناس بتقول ان هي منتج واحد، بس انا مش شايفه ان هي منتج واحد. كل المنتجات، كل منتج بيتوظف على حاله الشعرايه، يعني الشعرايه السميكه مش زي الشعرايه الرفيعه، الشعرايه اللي لسه ما اتعملش فيها حاجه خالص مش زي الشعرايه اللي اتعرضت لاكتر من حاجه. وانواع الفرد القديمه كانت بتسمى بالمنتجات القلويه. احنا دلوقتي بنشتغل بحاجه المسبلات الحمضيه. القلويات دي منها مواد الفرد باستخدام الامشاط، دي الطريقه القديمه، ومنها مواد الصبغه. يبقى انا لازم انا كواحده بشتغل على شعر العميله قولا واحدا، انا في ايدي امانه اللي جايالي. ما انا كنت عايزه اقول لحضرتك النقطه دي، هل اني انا مثلا انا عشان اروح مكان انا عارفه شعري عامل ازاي بختار النوع، ولا لا لا المفروض لا دي خالص. امانه زي ما حضرتك قلتي لحضرتك انت اللي بتنصحي او بتقولي ده يتعمل ايه اه او ايه بالظبط الماده المناسبه ليه؟ صح بالظبط كده؟ بالظبط. تمام. ده شغل واحده متمرسه مش متخصصه. متخصصه يعني اختارت مجال تتخصص فيه، انما متمرسه يعني شغاله فيه. يعني انا شغاله في مجال المسبلات الحمضيه ده والصبغات والحاجات دي بقالي بتاع حوالي 8 سنين. كان الحاجات دي كانت في مصر من قبل كده، بس ما كانتش منتشره، وكانت في فعلا. اماكن قليله، وكانت باسعار غاليه جدا. دلوقتي الحاجات دي بقت منتشره. انا اصلا شغلي في المجال ده مش دراسه جامعيه، لكنها كورسات خاصه تمام. اشتغلت عليها. وبعد ما بخلص الكورسات دي ببتدي اخد كل حاجه على حده واسرش بقى، وتبدأي اسرشش فيها كده مع نفسي زي ما بيقولوا، لحد ما اوصل لكل حاجه علميه. يبقى الشعريه اللي قدامي دي لازم اخلي بالي من الروتس والجذور، لان دي اللي هتطلع لي من تاني. تمام. وهي اضعف واقوى حته. ليه اقوى حته؟ لانها مش بتستخدم المسبلات دي، مش بتستقبلها بسهوله. طب ليه اضعف حته؟ لانها قريبه من نهايات الخلايا الحسيه والعصبيه زي ما بنقول، اللي هو لازم نحافظ عليها، بنبقى في مكان خطر. طب الشعر من بره لازم له حاجتين؟ لا، ثلاثه. اول حاجه منتج مناسب، تاني حاجه حراره بالظبط على قد الحاله، طب تالت حاجه متمرسه شاطره. تمام. طيب عايزين الفيديو التاني بعد اذنك يا استاذ تامر. استاذه يارا، طيب بالنسبه زي ما حضرتك ما بتقولي كده بتبقى امانه مش عايزه اقول لصاحب المكان، لا بتبقى امانه في ايديكي ان انت تاكدي، او مش بتقولي للعميل انت عارفه شعره خلاص محتاج ايه او شعرها محتاج ايه، تمام. فبتحددي ده. هل صدف ان مثلا استاذنك بس من غير مقاطعه، انا اتفضلي. بحدد وبفهمها انا بعمل ايه، عشان كده هتلاقي كل فيديوهاتي طالعه بشرح. هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لحضرتك، هل بيتطلب منك انك لازم تفهميها؟ طبعا. طيب لو نفترض اني مثلا زي ما حضرتك قلتي لازم يكون ممارسه، وفي نفس الوقت حضرتك حاطه اساسيات لعمليه او لطريقه شغلك، ان انت بالدليل ان انت عملتي كورسات، فالكورسات دي بديل الشهاده،
صح كده؟ بالظبط. ان هي بتاكد على مفهومك لشغلك، صح كده؟ بالظبط كده. طيب احنا هنشوف الفيديو معانا برضو، عايزه برضو حضرتك يعني انا بعرضه وبعد كده يعني اشوف يعني الاسئله اللي هقدر احطها ايه ان شاء تمام الله. معاك. اتفضل استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم من مركز مسيرة كوزمتولوجي سنتر. شوف حاله الشعر دي معانا النهارده، عملنا شعرها من سنه وجت تاني، طبعا مش باين على شعرها ان هو في حاجه مكسره. نشوف كده الشعر مع بعض، نفرق بقى ونشوف الجذور. طبعا اللي بيعمل الحاجات دي مره بيتوب عليها ما بيعملش تاني، بس احنا بفضل الله باين الشعر مفرود. نشوف الجذور من هنا، شوف الشعر اصلا اللي احنا عاملينه من السنه اللي فاتت مفروض زي ما هو. ايوه، هنعمل احنا بقى جلسه علاجيه لفروه الشعر، وهنعمل فرد وترميم للجذور، والشعر اللي بره ده هنحط عليه ماده تحافظ عليه. ورجعنا بعد الفاصل. طبعا احنا كنت لسه السؤال ده كنت بقوله للاستاذة يارا، ان احنا شعرنا لو تالف في الكلام ده كله بنقدر ان احنا نعمل فرد على فرد. طبعا الفيديو وضح ان دي كعميلة عملت اكتر من مرة فرد. استاذة يارا كلميني برضو عن الفيديو وعن الشعر او نوعية الشعر اللي كنت حضرتك بتعمليه في الفيديو. الشعر ده هي كانت جالي بيه عاملة برضو فيه فرد قبل كده، بس ما كنتش عارف هو ايه. الكلام ده من سنة قصيت لها انا اطراف شعرها وابتديت اشتغل عليه، وما كانتش مصدقه انه هيستنى من السنه للسنه. طبعا انا في حاجه عندي خاصه بي انا بمركزي، متابعه. سر شغل يارا عبد الفتاح متابعه. العميله ما فيش حد بيعمل فرد ويتابع. تمام. لا، احنا بنتابع بعد اسبوع، وبعد كده بعد اسبوعين، وبعد كده بعد 4 اسابيع، يعني بتبقى حوالي شهر ونص لحد ما الجذور الجديده بتطلع، وبطمن ان احنا ماشيين صح. باين على شعرها اصلا انه بقى كثيف اكتر من الاول. تمام. لا ما شاء الله، هو باين من الفيديو ما شاء الله يعني. طيب استاذه يارا، عايزين انواع البشره. انا طبعا هحط سؤال كده سريع برضو للبشره عشان خاطر الناس ما تزعلش مني متابعيني بقى. تمام. انواع البشره الاول، في بشره عاديه اللي هي البشره الصافيه اللي ما فيهاش اي حبوب ولا فيها اي حاجه، وفيها توازن في نسبه الدهون اللي البشره بتفرزها العاديه. وفي بشره جافه دي بتبقى تحسي فيها زي حتى لو البنوته سنها صغير، بس تحسي بجفاف كده في وشها. والناس دي لما بيجي علينا الشتاء او مقدمات اليومين دول كده تحسي ان في حتت ناشفه في وشها، حتى لو حتى باودر او فاونديشن بيبان في وشها. وفي بشره مختلطه اللي هي منطقه التي زون، الحته دي بتكون دهنيه عند الحواجب دي. كده الانف كده لحد دي. تمام. دي بتكون المنطقه دي دهنيه والباقي كله عادي خالص. يبقى احنا عندنا بشره عاديه وبشره دهنيه وبشره مختلطه. كل البشرات مع تقدم السن كلها بتفقد، فاحنا بننوه وبننبه ان على شرب الميه. طيب بعد اذنك يا استاذه يارا، الصور بعد اذنك يا استاذ تامر عشان للاسف وقت حلقتي خلص، عايزه بس اتكلم معانا سريعا. ماشي استاذه يارا. معلش السؤال بس بالنسبه للشعر، الصبغه هل هي مضره للشعر؟ لو صبغت الكواليتي بتاعها مش كويسه هتبقى مضره. تمام. انما زي ما احنا شفنا انا صبغت على بروتين وعملت بروتين على صبغه، وفي الحالتين الشعر بيطلع معايا زي الفل. تمام. الكواليتي او الانواع اللي بنشتغل بيها هي دي اللي على اساسها بنقول احنا بنضر ولا لا، او اللون ده مرهق للشعر ده ولا لا، مناسب لحالته ولا لا. طيب استاذه يارا كلميني عن الصور بعد اذنك. الصور دي صور الشعر اللي هو كان اللي انا قلت بعد سنه. تمام. هو نفس الشعر؟ هو نفس الشعر. ما شاء الله ما شاء الله. دي النتيجه الكليه صح كده؟ دي النتيجه، ده كان الشعر خلص. تمام. طيب ده شعر صبغه قبل وبعد. طبعا الشعر الاحمر اللون الاحمر معروف انه مرهق، انا من غير ما اعمل ليس ومن غير ما اعمل اي حاجه ظهرت الشعرين في نفس الصوره بالظبط، حتى باين ان الصبغه ما سابتش اي ضرر، بالعكس اللون الاحمر ثابت والشعر طري جدا. تمام. طيب استاذه يارا، الميك اب لو اتحط على البشره اكتر من وقت، يعني مثلا اتحط على البشره وتساب فتره طويله، ده بيضرها؟ احنا محتاجين نقول اصلا ان احنا بنجيب مستحضرات للبشره عندنا
بنجيب الحاجات المناسبه ليا. يعني الاول لازم ابقى عارفه بشرتي هي دهنيه ولا عاديه ولا مختلطه، وده بيتعرف من ايه؟ البشره الدهنيه بيبقى فيها حبوب او المسام بتاعها واسعه، البشره الصافيه بتبقى بشره عاديه، البشره المختلطه بنستخدم لكل مكان الجزء المناسب بيه، زي ما احنا قلنا الحته دي دهني والحته دي عاديه. طيب احنا للاسف يعني وقت حلقتنا خلص يا استاذه يارا، وكان نفسي افيد مشاهدينا اكتر، بس عايزه نصيحه سريعه جدا لمشاهدينا عمومي كده من حضرتك. الموضه بيطلع كل شويه موضه لحاجات كتير زي الميك اب، زي الحاجات بتاعت الفرد والصبغات. يا ريت ناخد اللي يناسبنا منها، وكل البنات تنام ببشره صافيه، الناس اللي وشها دهني يا ريت يتمسح بميه ورد وقطنه بالليل وزيها الصبح. السان بلوك ضروري جدا اليومين اللي احنا فيهم دول بين الصيف والشتاء، الشمس لما بتسبب بقعه ما بتروحش. الناس اللي عندهم في وشهم حبوب يا ريت ما يشيلوهاش بايديهم، يكون في حد متمرس هو اللي بيشيل لهم الحاجات دي او طبيب. طبعا انا بشكر حضرتك جدا، ولقائنا للاسف عدى بسرعه جدا. انا بشكر حضرتك لوجودك معانا، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية نتكلم فيها عن منتجات بقى، ونتكلم عن الشركه بالاخص يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. للاسف وقت حلقتي خلص. طبعا انا بشكر كل تيم عمل الصحه والجمال، وبشكر حضراتكم المتابعه. استنونا في نفس الميعاد، الى اللقاء.